بسم الله الرحمن الرحيم. لدي تعليق حول الأحداث الثورية التي تدور رحاها في بلاد الحرمين. في البداية سأطرق لماذا يحق لي أن أتحدث كعربي من خارج الجزيرة عن بلاد الحرمين. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فأنا لا أعترف بحدود رسمها سايكس وبيكو، أنا أعترف بالحدود التي رسم الله تعالى، وهذا سبب كافي. ولكن سبب آخر، لأن سياسات آل قرود الحمقاء تجاوزت حدود دولتهم التي رسمها سايكس بيكو، فقد سلموا فلسطين لبريطانيا بسبب غدرهم وخيانتهم للخلافة الإسلامية في إسطنبول، ومن ثم تسلمت بلاد إسراء والمعراج لبني صهيون، كما سلموا العراق لإيران ومولوا مذابح تفجير الأدمغة المصريين في ربع العدوي وغيرها. لماذا أعارض آل قرود؟ لأنهم خانوا الخلافة الإسلامية وتحالفوا مع الاستعمار البريطاني، وإلى اليوم يستمدون شرعيتهم منه، والآن يطالبوننا بطاعة ولي الأمر، مع أنهم هم نفسهم خانوا ولي الأمر آنذاك. مع ولي الأمر آنذاك الخلافة الإسلامية استمدت شرعيتها من المسلمين، أما هم ولاية أمرهم استمدت شرعيتها من بريطانيا وأمريكا. السبب الثاني لمعارضتي لآل قرود، لأنهم وآل نهيان عائلتين تعوقان للربيع العربي وتحرر الأمة العربية. السبب الثالث، لأن الجزيرة هي أغنى منطقة في العالم بالبترول والثروات الطبيعية، وأهلها هم أفقر شعب نسبيا في العالم. لماذا يجب أن نثور على آل قرود بأسرع وقت ممكن؟ لأن النفط سينضب خلال 20 عاما، يجب أن نسرع. بعد 20 عاما سوف يتبع آل سعود أموالهم المخزنة في بنوك سويسرا وبريطانيا، وتبقى الرمال فقط. لا معنى للثورة على آل قرود بعد 20 عاما أو بعد 10 أعوام، يجب أن نثور فورا عليهم. السبب الثاني، لأن إيران الشيعية تتمدد في العراق بمساعدة آل سعود، تتمدد في سوريا، في لبنان، في اليمن عند الحوثيين. للشيعة هناك مشروع واحد، أما للمسلمين فلا مشروع بتاتا، بل إن أولياء أمور المسلمين يتآمرون مع الشيعة ومع أمريكا ومع بريطانيا على المسلمين. روسيا أعلن وزير خارجيتها أنهم يعارضون قيام دولة مسلمة سماها سنية مسلمة في سوريا. أمريكا التي تتحكم فيها اليهود تتقارب مع إيران في هذه المرحلة. روسيا تتوحد مع أمريكا، إيران تتوحد مع الكيان الصهيوني في مرحلة لاحقة، قد يشكلون تحالف، لأنهم يشعرون بالخطر من تحرر الدول العربية ووحدتها. اجتمعت كل المتناقضات ضد المسلمين، وأما على الضفة الثانية أرض الوحي التي انطلق منها النور إلى العالم، أما الآن فإنها خانت الخلافة الإسلامية وكانت سبب تقسيم بريطانيا للأمة الإسلامية واحتلال أرض الإسراء والمعراج. بعدها بدأت تنشر الفساد في البر والسماء بفضائيات العهر، وتعوق الربيع العربي، وتنفخ الروح في جثث الأنظمة العربية العميلة للغرب والحامية للكيان الصهيوني، وتمول العلمانيين والنصارى في مصر لتفجير أدمغة المسلمين. يقول بعض السخفاء: لقد بايع آباؤنا آل سعود ونحن على هذه البيعة، ألم تتم هذه البيعة، بيعة آبائكم، تحت حراك بريطانيا؟ إذن هي بيعة بريطانية وليست بيعة شرعية. هل البيعة هذه أبدية؟ ولا يحق لأي كان أن ينقضها؟ نفرض أن آباءكم بايعوها، فهذا البيع لآبائكم وليست عليكم. ألم تقرأوا في القرآن: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وفي موضع آخر: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ألم تقرأوا في القرآن؟ هذه عبارات الكفار عندما يقولون: آباؤنا فعلوا كذا ونحن على آثارهم مهتدون. وألم تقرأوا في القرآن: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.
وجهوا رسالة إلى شباب وشابات بلاد الحرمين، الثورة في غاية السهولة، الثورة الآن مجانية، شبه مجانية. ماذا لو سجل 2000 شاب وشابة مقطع فيديو؟ ألن تشتعل الثورة؟ ألن يفلت زمام الأمور من آل قرود؟ لازلنا أيها الشباب والشابات، لازلنا في مرحلة الانتفاضة الإلكترونية، ولك أنت نفسك القرار في أن تتحول إلى ثورة فعلية أو أن تظل فقاعة إلكترونية. إن لم ينتشر خلال بضعة أيام قليلة مئات المقاطع، فإنها ستتحول إلى فقاعة إلكترونية. لا تكن أنانيا، فكر بإخوتك في الدول الثانية الذين يقتلون بأموال دولتك، أو على الأقل فكر بأولادك الذين يرثون رمالا نضب بترولها. قل لأبنائك بعد 20 عاما: لقد كنت أنا من أوائل من ثار، أنا من أوائل من ضحى بنفسه لأجلكم. لا تقل لهم تأخرت في المشاركة في الثورة لأنني خفت على نفسي ولم يهمني أمركم ولا مستقبلكم. الحريات لها ثمنها، لتكن أنت من يدفع الثمن ويسجل اسمه في كتاب الخالدين. ثر، لن تخسر سوى أغلالك وفقرك، إنك لا تراهم عمالقة إلا لأنك ساجد لهم. إن الذي يضحي بالحرية لأجل الأمن لا يستحق أيا منهما. إنها ثورة كرامة وحرية، لا ثورة جياع، لا ثورة خبز. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. ابحث جوجل مدونة مبادرتنا، مدونة مبادرتنا، مدونة تحترم عقلك.